السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برمجة سريعة كده على برنامج سكراتش. هبدأ أخلي القط ده كل ما يمشي يبدأ يرسم حاجة. طيب خلينا مثلا القط دوت، هبدأ إن أنا أقول له إن أنا عايز إيفنت معين، إن أنا أول ما أبدأ. تمام. طيب هو دلوقتي موجود هنا، أنا عايزه مثلا يبدأ من نص اللوحة، فأقول له أنت أوتوماتيك روح لنص اللوحة، فأقول له جو تو إكس أهوت، واقول له خلي دي زيرو وزيرو. بالشكل ده. طيب عايز اقول له بقى الروتيشن بتاعي، ست روتيشن اهو. طيب انت عايز تخليه بقى ليفت رايت ولا دونت روتيت ولا اقول اراوند؟ ماشي. طيب عايز بقى ابدا استخدم القلم، فهاجي هنا وازود القلم البن. طيب انا لما ابدا ممكن يكون في حاجه مرسومه قبل كده، فانا اقول له لا امسح لي كل اللي مرسوم. تمام. عايزين نبدا على النظافه. طب اللون اللي انت عايزه اختار بقى اللون اللي انت عايزه، دوس هنا. لو انت عايز تغير اللون غير اللون زي ما انت عايز. السايز بتاعك ده هنا الكلر، ممكن تختار بقى البريتنس مثلا السايز، ست بين تو سايز تو، ممكن تروح تكتبه بأي رقم انت عايزه، وأقول له بين داون. بين داون يعني ابدأ ارسم، يعني بعد ما تمسح وبتاع ابدأ ارسم. طيب يبدأ يرسم بقى مع ايه؟ طيب نختار بقى ايفنت كده يكون ظريف. تمام. وين سبيس، يعني لما ادوس سبيس، لا انا مش عايز سبيس، انا عايز لما ادوس سهم الفوق. تمام. طيب سهم فوق هبدأ بقى اختار الاتجاه اللي هو يروح فيه. تمام. الدايركشن بتاعي او بالشكل دوت، وبعد كده هقول له يتحرك كام خطوة. وهقول له بقى غير لي اللون لو انت عايز تغير اللون، يعني ممكن تغير اللون تخليه مثلا لو راح يمين يروح بلون معين، لو جه شمال يروح بلون معين. وبعد كده هقول له غير لي الشكل بتاعك اللي هي ديت. تمام. ممكن اقول له ايه انا عايز كده. تمام. دي انا مش عايزها، بس عايز هنا اخلي مثلا اللون يبقى اللون دوت. طيب هاجي هنا واخدها كده كوب بيست، ماشي، واقول له هنا ده اب. انا عايز اعمل واحد تاني بقى لو انا دوست ايه داون. تمام. والداون هقول له خلي الاتجاه لتحت كده. تمام. وممكن تغير اللون، ماشي اهو، ونخلي ده رايت ورايت، هقول له تعالى كده. وبرضو لو انت عايز تغير اللون غير اللون، ده رايت ده ليفت. طيب خلينا بقى نجرب. طيب القط لو هو موجود في اي مكان وقلت له شغل هتلاقيه في النص. دلوقتي بقى اروح للاسهم اليمين، راح بدون مشاكل اهو. طب لتحت بدأ يتجه لتحت اهو. طيب لكده ملاحظين الخط اللي بترسم؟ لا مش ملاحظين. طيب خلينا نخليه تقيل شوية، سيت بين سايز تو مثلا 10، ونقفل ونشغل تاني اهو. واخد بالك اهو. طيب نغير اللون عشان يبان الشغل بتاعنا. دلوقتي بقى لما تيجي تنزل اهو، ممكن تمسح واختار بقى الكلمة اللي انت عايزها. مثلا عايز تكتب كلمة معينة، ترسم حاجة معينة، براحتك خالص، تلعب لعبة المتاهة.